درسنا اليوم هو lesson 17 درس 17 وموضوعنا الباست تنس اللي هو الفعل الماضي. باست يعني ماضي، تنس الفعل، الفعل الماضي. أول شيء نقول على بدي أول شغلة نشرحها بالفعل الماضي إنه verbs in the past tense الأفعال بصيغة الماضي are either regular or irregular. فهي الأفعال وقت بتكون بصيغة الماضية إما بتكون نظامية يعني regular or irregular يعني غير نظامية. إذا كان فعل نظامي شو بدنا نعمل؟ change regular verbs to past tense by adding d or ed. طيب إذا كان فعل ماضي، إذا كان فعل نظامي ننقله الصيغة الماضية مع كل ما هنالك منضف له يا دي يا اي دي. إذا الفعل بالأصل في اي بآخره كل ما هنالك منضيف حرف دي، هيك بننتقل للصيغة الماضية. إذا كان الفعل لا ينتهي بحرف اي منضيف اي وبعدين منضيف الدي، هيك بنكون نقلنا الصيغة الماضية. فمثلا هاي مثال I cleaned my room. clean هو الفعل الأصلي وهو نظامي وما بينتهي بإي، فضفنا له ed فساوينا cleaned. okay you brushed your teeth. انت فرشيت سنانك او انت فرشيت سنانك. brush يعني فرشي. هذا الفعل brush هو فعل نظامي وما في e بآخره، فضفنا له e وd مشان نحوله للصيغة الماضية، فصارت you brushed your teeth. لاحظوا شغلة وقت من ننقل فعل للصيغة الماضية إن كان نظامي وإن كان غير نظامي، طب كل شيء له علاقة بالهي والشي والإت، قلنا إنه بالصيغة الحاضرة نحط له S. وقت ننقله على الماضي ننسى كل شيء اسمه S، بس بنحوله للصيغة الماضية. فمثلا my son shared his toy with his sister. فابني share يعني مثل انه يشارك او يعني يشارك، فهو يشارك اللعب تبعه مع اخته. لاحظوا الفعل share هو فعل نظامي وينتهي ب e، فكل ما هناك حطينا له d باخره لحتى صار shared. اوكي فهلا رح ننتقل للأفعال الغير نظامية. Irregular verbs have a different form when used in the past tense. فالأفعال الغير نظامية وقت ننقلها من صيغة الحاضر لصيغة الماضي تتغير صيغة الفعل نهائيا، ما بتعود نفس الكلمة حتى. فمثلا We ate dinner last night. Ate هي الفعل الماضي لإيت. لاحظوا تغيرت نهائيا، لا اي ولا دي ولا اي دي ولا شيء، تغير الفعل كله. We ate dinner last night. Jessica هي مفرد غائب. She Jessica ran 3 miles. ran هي الفعل الماضي لرن. كمان شوفوا لاحظوا تغيرت صيغة الفعل نهائيا. The sun يعني it، the sun هي الشمس، shone on the trees. shone هي الفعل الماضي لshine وshine بآخره إي، بس لا ضفنا له دي ولا شيء لأنه الفعل irregular غير نظامي، فتغيرت صيغته نهائيا صارت shone. طيب هلأ الأفعال تبع verb to be، هدول الأفعال اللي كنا نسميهم action verb. الأفعال verb to be اللي أفعال حال كلها غير نظامية. am الماضي تبعها was، فبدل ما نقول I am hungry وقت بصيغة الماضي بتصير I was hungry. are الصيغة الماضية تبعها were، بدل ما نقول you are hungry بالصيغة الحاضر بتصير you were hungry بالصيغة الماضية. is كمان الماضي تبعها was مثل am، بدل ما نقول الصيغة الحاضرة she is hungry، الصيغة الماضية تبعها بنقول she was hungry. هذا درس اليوم. هلا نشوف الوظيفة. change the following sentences to past tense. Danny writes a story for small children. فداني بيكتب قصص للأولاد الصغار. هذا فعل لاحظوا فيه بآخره s، بس نحن ما دخلنا بدنا على الماضي ننسى الاس، ما هيك؟
فبنغيرها لصيغة الماضي، نحط رايت إلى صيغة الماضي. كيف بتصير؟ My mom cooks dinner for the whole family. كمان بتكون تغيروا لي هالجملة لصيغة الماضي، تغيروا لي cooks. I walk to school. كمان بتكون تغيروا لي إياها لصيغة الماضي. The forest is full of trees. يا ترى إذا بدنا نقلها لصيغة الماضي شو صارت؟ They are كمان هذا فعل verb to be كمان فعل حال كمان tired تعبانين من الرحلة. They are tired from the trip. طيب بالنسبة لهدول كيف بدكم تعرفوا إذا فعل ماضي نظامي ولا غير نظامي؟ رح أبعث لكم قائمة لأنه هاي شغلة بدها حفظ. ما في قاعدة تعرفي إن الفعل نظامي ولا غير نظامي غير إنه تدرسيهم أو إنه تمارسيهم. مع الممارسة بتحفظون، بس بتكون ممارسة ممارسة ممارسة، ومع الأيام بتحفظ بتعرفوا أنه فعل نظامي وأنه فعل غير نظامي. مبدئيا ما حد رح تجيكم قائمة بمعظم الأفعال، جزء من إحنا الأفعال، لحد شو إذا لقيتوها موجودة معناتها غير نظامية. الأفعال اللي بتلاقيها مو موجودة بالقائمة معناتها أفعال نظامية، يا بدكم تحطولها دي يا غير دي. فإذا لقيتوا رايت على القائمة بدكم تشوفوا شو الصيغة الماضية تبعها وبتكتبوها. إذا لقيتوا كوك كمان نفس الشيء، إذا ما لقيتوا كلمة كوك بالقائمة معناتها كوك فعل نظامي، فبتكم تشوفوا كيف تنقلوه على الصيغة الماضية. نفس الشيء واك، نفس الفعل واك. وهذا هو الدرس، والله يعطيكم العافية إلهي.